نظم عدد من النشطاء والمواطنين في محافظة البصرة اليوم وقفة احتجاجية أمام دائرة الصحة للمطالبة بتوفير العلاج للأطفال المصابين بالأمراض السرطانية، مطالبين الحكومتين المركزية والمحلية ودائرة الصحة بالنظر لمعاناة المرضى. فلنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت جماهير البصرة الغاضبة لهذا اليوم، يوم الاثنين المصادف 13/5، المطالبة لتوفير العلاج إلى الأمراض السرطانية بمستشفى الطفل، وهذا أقل حق من حقوقنا. البصرة تعيش في أزمة في الخدمات الصحية، وذلك لإهمال أو بخص حقها من الحكومة المركزية والحكومة المحلية، وهذا أقل حق من حقوقنا هو توفير العلاج لهؤلاء الأطفال الأبرياء. نعم، أي مسؤول شريف وعنده ذرة من الغيرة يشاهد هذه الأطفال تتلوى بدون أي علاج ما يسكت ويقدم وينتفض ضد مسؤوله الأعلى. نعم، أقل حق من حقوق هذا الشعب البريء هو توفير العلاج. اليوم وقفنا أمام دائرة الصحة، نعم، لوقفة احتجاجية رافضة لهذا التهميش والبخص حقنا للبصرة. وإذا لم توفر هذا العلاج سنقوم بتظاهرات حاشدة ومن بعدها الاعتصام لحين توفير المطالب. هذه رسالة إلى الحكومة، نعم، المركزية والمحلية.